أبو نايف، شوف، هي في البداية بالتأكيد إدواردو سوبر بالنسبة لأجانب الهلال، تعرف أنه من أكثر لاعبين الهلال اللي سجل أهداف، فلذلك هي لفتة جميلة. يعني عندك تودعه بالأسلوب هذا بعد نهاية مباراة، بعد وصول إلى هو ساهم في حلم، الآن هو من ضمن اللاعبين المساهمين في بطولة الدوري هذا. فبالعكس جميل جدا أنك يعني في اللحظة هذه بعد نهاية مباراة أنت فايز فيها تخرجه. يعني كثير اللاعبين ودعوا ممكن حققوا، ولكن زي هاللاعب هذا مثلا، وبالتأكيد هي قضية فني زي ما أنت ما شاء الله يعني قلت أسردتها، تأكد أن في أشياء أدبيات بينه وبين الهلال، أخلاقيات، التزام بينهم، ووقفات من عنده، ومن حضر إلى نهاية عقده، وهو ما كان مسبب مشاكل في الغالب، يعني ما كان مسبب مشاكل ظاهرة حتى آخر موسم هذا. هو مدد معهم المباريات الأخيرة هذا بالتفاهم معهم، مع أن اللاعب هذا عنده بالتأكيد عنده عقد آخر. فلذلك فعلا زي اللاعب هذا له أثر، راح يبقى له أثر حتى في جمهور الهلال، في بعض اللاعبين وجود حتى لو راح الزمن أنت تذكره، كل جمهور نادي صحيح. يتذكر لاعب. إدواردو هذا من الناس اللي حفر اسمه في تاريخ اللاعبين المميزين الأجانب في نادي الهلال. لما تذكر ريفيلينو، تتذكر مجموعة لاعبين، تذكر نيفيز، لازم تتذكر إدواردو، بالتأكيد لازم تتذكره، تحط من ثلاث لاعبين، لأنه حتى وجوده إلى نهايته حقق وحط أرقام وبدون صداع وبطولات، ويكفي البطولة الآسيوية اللي حققها. يعني هو من ضمن الكوكب الموجود، ترى على فكرة اللي حققوا البطولة الآسيوية وصلوا لأندية العالم، هذول النجوم أنا أعتبرهم يكتب بماء الذهب. يعني بطولة استعصت، وهو من الناس اللي جلس حتى حققها، مع أنه مع كانوا لاعبين كثيرين حق يعني حاولوا للوصول لهذا الإنجاز. يستحق إدواردو، أكثر من رائع التوديع بالأسلوب هذا، لفتة جميلة، رئيس النادي بالنافلة، يعني حقيقة شخص تعرف أنت اللي كذا قالوا لك شعرته محبوبة، يعني شخص بدون ما تعرفه أنت كذا تقبله، يعني تقبله أنت بدون أصلا ما تعرفه. وموفق خير إدواردو في المحطة القادمة له، وموفق حتى بالنافلة برضو، الشخص الرائع.